جريمة أو أي فعل يساء لمنظمة أو يساء لأشخاص في الدولة العراقية، ما لم يكن هناك قانون رادع لدرء هذا الموضوع، لن تكون هناك مخاوف من المجتمع العراقي. لو عدنا سابقا عن التفاصيل التي أوصلت المجتمع عن غياب كامل للحكومة وغياب كامل للردع الحكومي في السابق، وأيضا غياب كامل للمحاسبة، وإضافة إلى هذا كله الخلافات السياسية بين القوى والأحزاب السياسية التي كانت تظهر على الملأ، رأينا أول ما بدأ الابتزاز أن هناك ابتزاز بين القادة والقوى السياسيين، هذا أمر علني وواضح، ومن ثم كان هناك غياب كامل من المحاسبة القانونية للأشخاص المسيئين، ومن ثم كان هناك فقدان ثقة، بالتالي أسست لنا مجتمع لا يهاب القانون. لدينا قوانين في العراق من الممكن أن تردع، لكن ضعف تنفيذ القوانين هو الأكثر في الساحة العراقية. اليوم الحكومة تتجه لهذا الموضوع لأنه هناك دعم من وزارة الداخلية، وهناك خطط قد وضعت لتجنب هذا الموضوع، إضافة إلى أنه اهتمامها بالجانب الاقتصادي، لأنه اليوم أس المشكلة أن هناك بطالة في المجتمع العراقي، وهناك شباب كثيرين عاطلين عن العمل، وهناك نفوذ ضعيفة من قبل هؤلاء الشباب تسير بهم نحو هذا الموضوع. أسست هناك خطط اقتصادية أعطت العائلة العراقية الفقيرة كثير من الاهتمام من دعمها للسلة الغذائية. نعم. كانت تهتم بالجانب التوعوي للمواطن العراقي وتهتم بالجانب الاقتصادي، لأن اليوم أنت عندك الشباب العاطلة عن العمل، وأيضا حتى الفتيات اللي يسكنون في المنازل وليس لديهم فرص تعليم، تكون متنفسهم الوحيد هي وسائل التواصل.